مشروع قانون يسلب الكثير من حقوق المرأة المطلقة ويمنح الطرف غير الحاضن حق استضافة طفله يومين أسبوعيا إضافة إلى أسبوع نصف العام وشهر آخر العام. إيه رأيك في قانون استضافة الطفل؟ يعني هو هيبقى فيه طبعا عيوب كتيرة، وهيبقى فيه يعني إن طبعا الأب لو حصل انفصال فعلا يعني قريب مش بعد فترة، بيبقى طبعا اكيد الاب ده مش هيبقى سوي، هيبقى الاب مش كويس، فطبعا هتاثر على الطفل، مش هيبقى في امان للطفل مع الاب يعني. لا طبعا ما ينفعش خالص. يعني ده انا بنتي لما بتسيب يعني وبتجيب حاجه وتروح تجيب حاجه، يعني حتى مهما تعبانه مع جوزها بقول لها اطلقي منه، تقول لي ما استغناش عن عيله ولا دقيقه، معاه ولد وبنت. لا طبعا، هو طبعا القانون ده مستحق خالص، لاني لو هو الاب ده اساسا مش يعني لو مؤمن اساسا يتامن على الاولاد كانت الام ممكن تديها لهم، انما انا ما امنوش طبعا عن ان هو يقعد عيالي يومين بعيد عني اصلا. انت اصلا مطلقه؟ انا مطلقه اصلا. معاكي كام طفل؟ معايا 2 ومعايا بنتي كبيره برضو، يعني بس يعني معايا انا معايا 3، بنتي منفصله منه وخلعاه، ومعايا عندها دلوقتي 15 سنه، ومعايا ولد وبنت صغيرين. طبعا ما امنش اساسا ان هو ياخدهم، ممكن يعمل فيهم ايه، هو اساسا ما عرفهمش، يعني هو من ساعه ما طلقني هو ما يعرفش ولاده دول ايه اساسا، ممكن ياخدهم طبعا يرميهم في اي حته، يعني مش عندي فيا مثلا، بس ان هو ياخدهم يرموهم لي في اي حته. قصدك ان هو ما يقدرش يهتم بيهم؟ ما يقدرش يهتم بيهم طبعا، استحاله. بوافق طبعا على القانون ده، يعني ده ابو من حقه ان هو يشوف ابنه او بنته في اي وقت من الاوقات. لا انا مش عاجبني القانون. الموضوع مقبلا هو لا الاب هيبقى فضيله ولا هيرعى الرعايه الكويسه بتاعت الام. ده الطبيعي بتاعنا، ده كشعب مصر مفيش حد هيعرف يرعى الرعايه الكامله زي الام. طبعا هو ليه عيوب وليه مزايا اكيد. انما انا بقول الرسول عليه الصلاه والسلام قال تركت في امتي ما ان تمسكت به لن تضل ابدا، كتاب الله وسنته. ففي قوانين خاصه اللي هي بتاع الزوج والزوجه والاجتماعيات دي عاوزه الروح للدين والسنه والشرع، يمكن فيها الراي السائق اكبر من كده. والله ممكن ومش ممكن، يعني ممكن الاب يعتني ده ابنه في الاول وفي الاخر او ولاده في الاول والاخر، لكن دي بتحتاج لامكانيات بقى، هل ان هو هيعرف يستضيفهم، في حد هيهتم بيهم، لان عاوزين ياكلوا عاوزين يشربوا عاوزين يلبسوا وعاوزين وعاوزين، فيعني انت عارفه قرار ما فيش حاجه حاسمه، يعني ممكن اب يقدر واب ما يقدرش.